السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أحبائي متتبعي قناة تتعلم. مرحبا بكم في حلقة جديدة خاصة بمراجعة الأجهزة الإلكترونية. واليوم أحضرت لكم هاتف من شركة ليجو موديل زد 6. في هذه العلبة نجد طبعا الهاتف، ثم نجد ورقة أو بوشيطة، ثم شاحن، يعني الشاحن يسمح بمرور تيار قصوي سعته أو عفوا قيمته 1 أمبير، بطارية سعتها 2000 ملي أمبير، ثم طبعا كابل USB من أجل الشحن. إذا سنترك هذا جانبا ونشغل الهاتف. إذن بالنسبة أولا يعني لحجم الشاشة، فهي بسعة 4.97 بوس، يعني ذو شكل أنيق لا بأس به. بالنسبة لمميزاته التقنية، طبعا سننطلق بالسعة أو يعني قيمة الستوراج ديالو. سنذهب إلى بارامتر. بالنسبة للستوراج ديالو فهو يحتوي على 8 جيجا، يعني الستوراج ديالو ستوكاج USB. بعد معي يعني بالنسبة للسيستم يعني واخد 3 جيجا، والسيستم كامل يعني الهاتف فهو يحتوي على 8 جيجا أكتر. بالنسبة للرام ديالو، الرام ديالو فيها جيجا، يعني السيستم لحد الآن واخد 460 ميجا، ولكن ككل 0.95 جيجا، يعني تقريبا نقدر نقولو يعني 1 جيجا. بالنسبة للأندرويد، أندرويد فهو 6.0، تم تثبيته ب 5 جوان 2017، يعني تقريبا منذ سنة، ليس بقديم جدا. الشكل ديالو كما تلاحظون المنيو ديالو يعني مختلف نوعا ما عن سامسونج، حيث يحتوي على أيقونتين أو عمودين. العمود الأول خاص بكويك سيتن، ثم جنرال سيتن. بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي بسعة أو بحجم أو عفوا بقيمة 5 ميجا. للتأكد من ذلك سنذهب إلى طيب ليماج، يعني 5 ميجا بكسل. طبعاً الحال فهي مزودة بفلاشين، جوج ديال الفلاشات. سنقوم بتجربة، يعني كما تلاحظون يعني لا بأس بها رغم أنها 5 ميجا فقط. كما تلاحظون يعني الصورة تبدو واضحة جدا. لايك، لا تنسوا الضغط على زر لايك والبارتاج والضغط على زر الجرس. ثم بالنسبة للكاميرا الأمامية، الكاميرا الأمامية فهي فقط بسعة 2 ميجا، كما تلاحظون يعني لا بأس بها أيضا. الإشارة فقط في الفيديو فهو مصور بهاتف الجيتو برو الذي قمت بمراجعته سابقا. ماذا أيضا من عيوب هذا الجهاز، أنه لا يحتوي على فلاش في الكاميرا الأمامية. والعيب الثاني أنه 3G فقط ولا يحتوي على شبكة يعني قطر جي. إذن أحبائي بالنسبة للثمن ديالو فهو يعني تجدونه في السوق ما بين يعني 650 درهما و يعني 750 درهم، لكن الثمن المتوسط وهو أو ثمن البيع وهو 700 درهم في المحلات التجارية. بالنسبة للعلبة أيضا كما تلاحظون فهو غير
مدعوم بالسماعات، يعني السماعات لا توجد في العلبة. ماذا أيضا؟ طبيعة الحال أحبائي، يعني أسئلتكم تهمني داخل في التعليقات، لذلك لا تبخلوا علي بتعليقاتكم، وأيضا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم إن أعجبكم الفيديو. أيضا كملاحظة أخيرة، يعني فالهاتف يعني مكتوب في آخره assembled in China وليس made in China، يعني هذا ما هو مكتوب في الخلفيات البطارية. إذا أحبائي هذا ما يمكن قوله حول هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر التفعيل حتى يصلكم كل جديد، وإلى فيديو آخر بإذن الله.